بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. حياكم الله في مقرر رياضيات 6. عنوان درس اليوم توزيعات ذات الحدين. بداية خلونا نستعرض بشكل سريع مفهوم الاحتمال. الاحتمال يتكون من عنصرين رئيسيين، لدينا حادثة ولدينا فضاء عينة. مجموع عناصر الحادثة على مجموع عناصر فضاء العينة يعطينا احتمال حادثة معينة. طبعا هذا سبق لكم دراسة. اليوم نبي نشوف مع بعض ماذا نعني بكلمة توزيعات أو بجملة توزيعات ذات الحدين. مثال بسيط، لماذا؟ في لعبة كرة الطائرة تبين أن اللاعب سلمان ينجح في لعب الإرسال الساحق الذي لا يصد الخصم في 36% من محاولاته، وبذلك يحصل فريقه على نقطة في كل مرة ينجح فيها. هل يمثل هذا مثلا توزيع لذات الحدين أو لا؟ نشوف. استعرض أول شيء مفهوم ذات الحدين. التوزيع ذو الحدين، كثير من التجارب الاحتمالية يكون لها نتيجتان فقط، نجاح أو فشل. الكلمة نجاح على وجه التحديد ليس المقصود فيها نجاح يعني شيء مرغوب فيه، لا، إنما المقصود في عملية النجاح الشيء أو قياس الحادثة المطلوبة. الفشل عكس ذلك، هل يمكن جعلها كذلك؟ فمثلا في مسائل الاختيار من متعدد التي لها 5 إجابات يمكن تصنيف نتائج الإجابة عن كل فقرة إلى صح أو خطأ، ويمكن تصنيف نتائج دواء طبي على أنه فعال أو غير فعال. في كل من الحالتين وجدنا أن لدينا اختيارين أو حالتين فقط. الآن مفهوم تجربة ذات الحدين هي تجربة احتمالية زيها زي غيرها من التجارب، ولكن ما الذي يميزها عن غيرها؟ ما الذي يجعلنا نقول أن هذه التجربة ذات حدين أو ليست ذات حدين؟ هي ذات حدين إذا حققت الشروط التالية. أولاً، يعاد إجراء التجربة لعدد محدد إن من المحاولات المستقلة، المقصود بها المرات. ومهم جداً كلمة المستقلة، لأن بعد شوي بنشوف ماذا تعني كلمة محاولات مستقلة. كل محاولة لها فقط نتيجتان متوقعتان، إما نجاح ونرمز لها بالرمز S أو فشل ونرمز لها بالرمز F. PS يرمز ويرمز له بالحرف P هو نفسه في كل محاولة اللي هو احتمال النجاح. PF ويرمز له بالرمز Q هو نفسه في كل محاولة اللي هو احتمال الفشل. من المعروف أن مجموع الاحتمالات في أي تجربة يساوي 1، وبالتالي إذا كان احتمال P معروف لدينا فإن المطلوب عشان نعرف احتمال Q هو أن نطرح 1 ناقص Q. يمثل المتغير X عدد مرات النجاح في N من المحاولات. لو رجعنا بشكل سريع إلى مثالنا اللي قبل شوي في لعبة الكرة الطائرة، هو أعطانا الإرسال الساحق الذي لا يصده الخصم نسبته 36%، يمكن كتابتها بهذه الصورة 36%. 36% طبعا هو احتمال أن الإرسال لا يصد، إذن هذا يمثل احتمال P. طيب كم احتمال كيو؟ كيف أجيب احتمال كيو؟ هو ما عندي إلا احتمالين فقط، إما أن الإرسال يصد أو لا يصد. لا يصد 36%، إذن كم يبقى الاحتمال الذي يصد؟ 1 ناقص 0.36، فيعطينا 64%. مجموع الاحتمالين البي والكيو كم يساوي؟ يساوي 1. طيب هل المحاولات التي لدينا مستقلة؟ بمعنى إذا أرسل إرسال ولم يصد هل سيؤثر ذلك على الإرسال اللاحق؟ طبعا لن يؤثر، وبالتالي فالاحتمالات التي لدينا احتمالات مستقلة. بقي علينا إيجاد إن عدد المحاولات. هنا عدد المحاولات على حسب السؤال، وبالتالي يعتبر هذا توزيع ذات حدين.
خلونا الآن نستعرض مثال. حدد ما إذا كان أو ما إذا كانت كل تجربة مما يأتي ذات حدين أو يمكن جعلها كذلك. وإذا كانت تجربة ذات حدين فالمطلوب منا إيجاد القيم التالية. مطلوب منا إيجاد الـ N عدد المحاولات، مطلوب منا إيجاد الـ P احتمال النجاح، مطلوب منا الـ Q احتمال الفشل، وأيضا مطلوب منا الـ X وهو المتغير العشوائي أو قيم المتغير العشوائي الممكنة. إذا لم يكن توزيع ذات حدين فبين السبب. تبين نتيجة لمسح إحصائي داخل إحدى المدارس أن 68% من الطلاب يمتلكون حاسبة بيانية. إذا تم اختيار 6 طلاب عشوائيا وسؤالهم عما إذا كانوا يمتلكون هذه الآلة وكان المتغير العشوائي X يمثل عدد الطلاب الذين يملكون الحاسبة البيانية فإن خلنا نشوف الآن مع بعض هل تمثل تجربة إحصائية ولا لا. لو ترضى أني سحبت طالب عشوائي وسألته تملك آلة بيانية ولا ما تملك، كم عندي من إجابة؟ لا يمكن أن يجيب الطالب إلا بواحدة من الإجابتين، إما أملك أو لا أملك. إذن أنا عندي P و Q، عندي احتمالين فقط، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني مسألة استقلالية، مسألة الاستقلال عندنا، أو هل الاحتمالات المطلوبة أو الحالات المطلوبة مستقلة أو لا. نشوف الآن لو سألنا طالب تملك حاسبة بيانية وقال أملك، سألنا الطالب اللي بعده، هل إجابة الطالب الأول تؤثر في إجابة الطالب الثاني بطبيعة الحال؟ لا، وبالتالي فإن استقلال هنا متوفر. إذن أنا عندي تمثل هذه الحالة التي أمامي تمثل تجربة ذات حدين فيها P احتمال النجاح يساوي 0.86. هذا يمثل النجاح اللي هو طالب يمتلك حاسبة بيانية. الكيو طبعا هذا احتمال انه طالب يملك حاسبة بيانية. كيو يساوي 1 - 0.68 او 68%، فالناتج كم يعطيني؟ 32%. ان عدد المحاولات، عدد المحاولات انا سألت 6 طلاب عشوائيا وبالتالي فعندي 6. المتغير العشوائي X يساوي 0، بمعنى أنه لا يوجد من بين 6 الذين تم اختيارهم لا يوجد ولا طالب يملك حاسبة بيانية. جميعهم 6 طلاب سألناهم وقالوا ما نملك حاسبة بيانية. أو 1، بمعنى طالب واحد لديه حاسبة بيانية وبقية الطلاب لا يملكون حاسبة بيانية. أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. 6 بمعنى أن 6 طلاب سألناهم كلهم يملكون حاسبة بيانية، وهكذا لا يملك ولا طالب حاسبة بيانية، طالب واحد فقط يملك حاسبة بيانية، طالبين يملكون حاسبة بيانية، 3 طلاب يملكون حاسبة بيانية، 4 طلاب يملكون حاسبة بيانية. عندما نقول يملكون حاسبة بيانية فنحن نفترض أو نعني أن بقية 6 لا يملكون حاسبة بيانية. إذن هذا الحالة التي أمامي تمثل توزيع ذات حدين. إذن هذا المثال الذي أمامي يمثل تجربة توزيع ذات الحدين. يحتوي صندوق على 52 بطاقة وخصص لكل 13 بطاقة أحد الألوان الآتية، إما اللون الأحمر أو اللون الأسود أو اللون الأخضر أو اللون الأبيض. سحبت منه 5 بطاقات الواحدة تلو الأخرى بدون إرجاع، وكان المتغير العشوائي X يدل على عدد البطاقات المسحوبة ذات اللون الأخضر. لا
نستعرض الشروط بشكل سريع جدا. يعني لو افترضنا ان بي ان الكره المسحوبه لونها اخضر، انا عندي عدد عناصر الكرات الخضراء 13 وعدد عناصر فضاء العينة 52، وبالتالي احتمال أن الكرة المسحوبة لونها أخضر يساوي ربع. يساوي كم؟ ربع. طيب الكرة المسحوبة ليست خضراء، فماذا سيكون احتمالها؟ سيكون احتمالها 3/4. سحبنا الكرة الأولى، بعدما سحبنا الكرة الأولى هو يقول هنا دون إرجاع، احتمال أن تخرج كرة خضراء في المرة الثانية، هل ستتأثر بالسحب في المرة الأولى أم لا تتأثر؟ بطبيعة الحال تتأثر، لأن عناصر فضاء العينة سيتغير عددها، وعدد كرات الخضراء إذا افترضنا أنها خرجت لدينا كرة خضراء أيضا سيتغير عددها، وبالتالي هنا لا يوجد في الشرط. نستعيد بشكل سريع الشرط، من المحاولات المستقلة، من المحاولات المستقلة، وبالتالي هنا المحاولات التي لدي ليست مستقلة، إذن هنا المحاولات غير مستقلة، وبما أنها غير مستقلة واختل عندي أحد الشروط بالتالي فإنها ليست توزيع ذات حدين، ليست توزيع ذات حدين. حدد ما إذا كانت كل تجربة مما يأتي ذات حدين أو يمكن جعلها كذلك، وإذا كانت تجربة ذات حدين فاكتب قيم N P Q وقيم المتغير العشوائي X نفس اللي طلبناه في المرة اللي راحت. أظهرت نتيجة لمسح إحصائي في إحدى المدارس ذات الزي الموحد أن 61% يحبون الزي الجديد، وأن 24% لا يحبون الزي الجديد. إذا تم اختيار 20 طالب بشكل عشوائي وسؤالهم عما إذا كانوا يحبون الزي الجديد وكان المتغير العشوائي X يدل على عدد الطلاب الذين يحبون الزي الجديد، إذن النجاح عندي هنا الطلاب الذين يحبون الزي الجديد، هذا هو ما يمثل عندي S، واحتماله يرمز له بالرمز إيش؟ P، بافتراض أن التوزيع ذات حدين، لكن إلى الآن ما ندري، قد يكون وقد لا يكون. نشوفها واحدة واحدة. مثلا احتمال يحبون الزي الجديد، يحبون الزي الجديد نسبتهم 61%، 61%. لا يحبون الزي الجديد 24%. هؤلاء لا يحبون الزي الجديد. لو جمعنا الذين يحبون الزي الجديد والذين لا يحبون الزي الجديد سيكون الناتج كم؟ 85%. 85%. 85% معناتها عندي 15% موقفهم غير محدد، قد يحبون قد لا يحبون، قد يعني ليس لديهم فرق في الزي. وبالتالي بما أن مجموع النجاح زائد مجموع الفشل لا يساوي 1 في هذه الحالة، فهذا المثال يظهر توزيع لا ينطبق عليه شروط ذات الحدين، وبالتالي فهو ليس توزيع ذات حدين، لا يمكن اعتباره توزيع ذات حدين. أجاب خالد عن اختبار مكون من 20 فقرة من نوع الاختيار من متعدد. طبعا هنا نكتب لا يمثل، يعني قبل أن ننتقل إلى الفقرة هذا لا يمثل توزيع ذات الحدين، لأن P زائد Q لا يساوي 1. إذا اعتبرنا أن P هو يحبون الزي الجديد والكيو لا يحبون الزي الجديد، ننتقل الآن إلى 1. أجاب خالد عن سؤال أو عن اختبار مكون من 20 فقرة من نوع الاختيار من متعدد،
اختيار متعدد كان في السؤال الواحد من فقرة فيه أربع فقرات أو أربع إجابات، واحدة منها فقط صحيحة دون معرفة علمية بموضوع الاختبار. في حقيقة الأمر أن كلمة دون معرفة علمية بموضوع الاختبار لا تؤثر على السؤال. وكان المتغير العشوائي إكس يدل على عدد الإجابات الصحيحة. إذن نستعرض مع بعض. عندما يجيب خالد عن سؤال معين لديه أربع خيارات واختار منها إجابة واحدة صحيحة، إذن نسبة دون معرفة علمية بموضوع الاختبار بمعنى أنه يختار عشوائيا، وبالتالي يختار عشوائيا، هنا نفترض أنه يختار عشوائيا، أنا أقصد أنها لا تؤثر على يعني مسألة أنها ذات حدين أو ليست ذات حدين، إنما هنا كلمة دون معرفة علمية بموضوع الاختبار تعني أن الاختيار سيكون عشوائي، سيكون الاختيار إيش؟ عشوائي. فواحد من الأربع خيارات هو الخيار الصحيح، وبالتالي فإن احتمال أن تكون الإجابة صحيحة هي 1/4، احتمال أن تكون الإجابة صحيحة 1/4. طيب احتمال ألا تكون الإجابة صحيحة، لدينا 3 فقرات كلها خاطئة، فإذا اختار أي فقرة منها ستكون إجابته خاطئة، وبالتالي فإن احتمال ألا تكون الإجابة صحيحة هي 3/4 التي تمثل 1-P، تمثل 1-P، يعني 1- قيمة أو احتمال أن الاختيار يكون صحيح. لدينا N عدد المحاولات، عدد المحاولات كم لدي من محاولة؟ عدد المحاولات في هذا المثال يعني 20 فقرة، عدد الأسئلة. إذن الطالب خالد لديه 20 محاولة. طيب المتغير العشوائي إكس في هذه الحالة يمكن أن يساوي 0، يمكن أن يساوي 1، يمكن أن يساوي 2، حتى نصل إلى 20. جميع الشروط هنا منطبقة، جميع شروط توزيع ذات الحدين منطبقة في مثال هذا، لأنه يحقق جميع الشروط. أولاً المحاولات مستقلة، بمعنى أن الطالب لو اختار أي إجابة على أي سؤال اختياره لهذه الإجابة لن يؤثر على اختياره في الإجابة اللاحقة. ثانياً نسبة أو احتمال النجاح في اختيار إجابة صحيحة يساوي 1/4. احتمال الفشل أن لا تكون الإجابة صحيحة 3/4، مجموعهم يساوي 1. عدد المحاولات يساوي 20 محاولة. متغير عشوائي إكس يساوي 0 أو 1 أو 2 أو 3/20. ماذا تعني؟ تعني الصفر تعني أن خالد لم يجب على أي سؤال بطريقة صحيحة، 20 فقرة أجاب عنها كلها بطريقة خاطئة. 1 ماذا تعني؟ 1 تعني أن خالد أجاب عن سؤال 1 فقط، أما بقية الأسئلة فقد أجاب عنها إجابة خاطئة. مثلاً على سبيل المثال 2 أجاب عن فقرتين صحيحتين وبقية الإجابات خاطئة. ماذا تعني بقية الأرقام؟ بنفس الدلالة تمام، حتى نصل إلى الرقم 20. ماذا تعني 20؟ 20 تعني أن خالد أجاب عن جميع الفقرات بطريقة صحيحة. إذن هذا يمكن اعتباره توزيع، هذا يمكن اعتباره توزيع ذات حد. هذا المثال يعتبر توزيع ذات حد. في هذا الدرس استعرضنا بشكل سريع مفهوم توزيع ذات الحدين ومتى يمكن اعتبار أي تجربة هي تجربة ذات حدين، واستعرضنا شروطها بشكل مفصل وأخذنا عليها بعض تمارين وبعض الأمثلة. دورك ابن الطالب حل مزيد من التمارين. التدرب على حل الكثير من التمارين سيسهل عليك الكثير من الصعوبات إن شاء الله بمشيئة الله تعالى. في الحصص القادمة إن شاء الله يتم استعراض كيف يتم حساب احتمال أي حالة من حالات المتغير العشوائي، أي حالة من حالات المتغير
العشوائي. فعلى سبيل المثال لو طلب مني مثلا في بعض الحالات سيطلب مني احتمال، لو أجاب الطالب عن 20 إجابة ما هو احتمال أن يكون إجابتين صحيحتين؟ بمعنى سيكون هناك إجابتين صحيحتين، هل ستؤثر 18 إجابة خاطئة على الاحتمال؟ بطبيعة الحال ستؤثر، ولذلك يسمى توزيع ذات حدين. هذا ما سيتم استعراضه إن شاء الله في الحصص القادمة بمشيئة الله تعالى. ولكن قبل الختام أستعرض لكم جزئية بسيطة حتى تستوعب مفهوم النجاح والفشل المقصود. لو افترضنا على سبيل المثال، على سبيل المثال أن لاعب كرة قدم يسدد ضربة الجزاء أو يسجلها يعني بشكل صحيح بنسبة 40%، وكانت يحبون الزي الجديد، لاحظ أن هنا قال يحبون الزي الجديد أنا، وكان لدينا مثلا 40%، وكانت لدينا أو كان المطلوب حساب احتمال أن يفشل اللاعب في التسجيل بشكل سريع فقط، ليس لسنا في بصدد حساب الاحتمال، ولكن بشكل سريع جدا جدا. هنا بما أنه طلب احتمال أن يفشل اللاعب في التسجيل، هنا أعتبر هذه P وأعتبر عملية التسجيل أو تسجيل الهدف هي الإيش؟ هي الكيو. هنا عشان أفصل في ذهنك بين عملية النجاح بمفهومها الكامل وبين عملية النجاح المقصودة في التوزيعات الاحتمالية. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نستعرض حالات كثيرة مثل هذا المثال. إلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.